بخير. قولوا السلام. لاباس بخير. بخير. سلام بنات، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم، كي صبحتوا مزيان؟ صراحه ولات البنات كلها ما عرفتش الكاميرا وبقى نصور لكم والله العظيم. المهم البنات، انا يا نبدا معكم نهاري من لقيته ديال الغداء، يعني غادي نوجد غدايا خفيف جدا سهل ماهل. فطورنا كان عادي، هنا كما كتشوفوا البنات، يلا رديت بطاطا تسلق، غادي ندير البنات ندير خبيزات فيهم بطاطا والفخوماج والبيض، شحال هذه ما كليتهم وتشهيتهم بزاف. صافي، وغادي نعصر معاهم شويه ديال الليمون بالكيوي والخوخ. المهم اي حاجه غادي نبارطاج، اي حاجه غادي نبارطاجيها معكم البنات. هنا نسيت الملحه، غادي ندير الملحه. المهم هاد البطاطا وداك الشيء راه معروفه عند السلاوين البنات، البطاطا بالحار داك الشيء راه معروفه عندهم. انا اليوم غادي نديرها في خبيز، غادي نديرها في الخبز البنات. المهم كما قلت لكم البنات، غدا خفيف ظريف صراحه. طلع لينا اللحم، طلع لينا الدجاج، انا ما كناكلش اللحم، ما كناكلش الدجاج، ما كناكلش الحوت. كما كتعرفوا البنات، ديك النهاريات كليت الحوت، كليت غير الكالامار بوحدو بوحدو اللي كليته البنات، لا كروفيت لا ميرنا لا صول لا حتى شي حاجه الا الكالامار بوحدو. اللحم كذلك كمثال ما كناكلوش، الدجاج حتى هو، الكفته، المهم داكشي كامل ما كناكلوش. فاليوم قلت غادي ندير هاد البطاطا وهادي، حيت صراحه شي جوج مرات خديتها غير من الزنقه، اليوم قلت غادي نصاوبها انايا. المهم بالنسبه للبارح كسكسو البنات، اللهم لك الحمد، كليت فيه حتى شبعت الحمد لله، ما ضرني ما رديتو ما حتى شي حاجه، عرفتي، وبردت فيه هوايشي البنات. المهم البنات، هنا كما كتشوفوا هنا الصندوقه هادي البنات، كنت درتها في النهار اللي عرفت راسي حامله، من موراها بشي يومين، درت هاد السنيقه هادي، جابها لي عبدو. صافي، وبديت كنلوح فيها الفلوس ان شاء الله البنات، ان شاء الله ان شاء الله وبحول الله ما غادي نحلها حتى نقرب ان شاء الله نولد. الله يفك وحي كل وحده. شكرا لكم على الدعوات ديالكم. بعد اول حاجه البنات، شكرا على الدعوات ديالكم، فرحت بزاف. شحال من وحده كتخلي لي في التعاليق، حتى انا جولي انا راه حامله تقريبا، في يعني حتى انا يعني نفس القياس بيني وبينهم، يعني المده بحال اللي تبارك الله عندها 4 شهور كل وحده وشنو. المهم عدد كبير ديال البنات، الله يسهل عليكم والله يفرحكم والله يجيب الفكاكه على خير. واللي كتخلي لي تقول لي ادعي معايا بالدريه الصالحه، الله يفرحك اختي اللي كتفرجي فيا، الله يسهل عليك والله يفتح لك باب الخير، وان شاء الله تفرحينا عما قريب ان شاء الله يا ربي. المهم البنات، قلت لكم انا هاد الصندوقه، شوف البنات انا كنهضر وكتجني بحال السخفه. المهم قلت لكم هاد الصندوقه هذه ان شاء الله ما غادي نحلها البنات حتى نقرب نولد ان شاء الله. هاد الصنديقه هذه، هاد الفلوس هادو غادي نديرهم ان شاء الله ديال لا كلينيك. كما كتعرفوا البنات، اسعد وامجد يعني ولدتهم في كلينيك العاصمه ان شاء الله. هاد الولاده هادي بغيت نبدل، حيت السيرفيس ديال كلينيك العاصمه ما عجبنيش. المهم بلا ما ندخلوا في لي ديتاي، المهم ما عجبنيش التعامل ديالهم وداك الشيء، فقلت نشوف شي كلينيك واحده اخرى على حسب الطبيبه ديالي فين عندها، فين زعما فين كتولد. انا صراحه عندي الحق نشوف اي كلينيك، ولكن هي تنصحني بشي حاجه احسن. صافي، وكما قلت لكم علاش درت هاد الصنيديقه هادي، كما كتعرفوا البنات، يعني اللي نقصو مزيان، كتعرفوا الواحد كيتبعوا السبوع ان شاء الله يا ربي، كتبعوا شحال من حاجه، يعني اللي وفرتها ليا كانت مزيانه وكانت احسن، ونقص حتى على راجلي شي شويه، حيت صراحه بالنسبه للي كونسلطاسيون اللي كندوز عند طبيبه، بالنسبه للدوايات، بالنسبه للخلاص ديال لا كلينيك البنات، كنخلصوا يعني كاش، يعني راه ما عندناش لاسيغونس، ما عندناش لا سي ان اس اس، ما عندناش هذا، ما عندناش زعما، ما عندناش شي اسيغونس ولا شي اس ان اس زعما باش يعوضوا لينا من بعد، حيت كاين اللي عنده لاسيغونس يعوضوا لي 70% ولا مع 80%، حنا البنات حنا ما عندناش، يعني اللي حطيناه ما كيعاودش يرجع لينا، لا في دوا لا في كونسلتاسيون لا في كلينيك لا في اي حاجه البنات. المهم صافي، هادشي علاش درت هاد الصنيديقه هادي، واكيد الا بقينا في الحياه وسهل الله اكيد مني غادي نبغي نحلها غادي نحلها معكم. دابا هادي تقريبا، دابا البنات شي شهر باش بديتها.
شي شهر باش بديتها البنات، ولكن راه ما كنحرش فيها اليومي. المهم قلت لكم ما كاملاش حتى شهر، قلت لكم تقريبا شهر باش درت هذه الصندوقه هذه، ولكن راه ما كنحطش فيها يوميا. مره كيحط فيها عبدو، مره ما كيحطش فيها، حيت انا ما كنتش في الدار، يعني مره كنحط فيها البنات. المهم البنات هانتوما معايا، واي حاجه غادي نبارطاجيها معاكم. ارحمي يا راحت العقل ترحمي، من شفات طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مسليا روفيا الغزال فاطمة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي، من شفات طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مسليا روفيا الغزال فاطمة. راح عدامي في غراض هاد الدامي، غير ملكت عقلي بجمالها وغلقت عنوام بالمرحمة. ارحمي يا راح العقل ترحمي، من شفات طال سقامي، كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفي يا الغزال فاطمة. فاطمة زطمي يلي داويتي جسمي، عمري بالعز وحكمي ولا تحشمي، ونشوفك يا الباهية قدامي ورقي ببصرو عامي، والحسود فوفلا وانا معاك تحت خيام الليل المخيمة. ارحمي يا راح العقل ترحمي، من جفاك طال سقامي، كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفي هالغزال فاطمة. ارحمي يا راح العقل ترحمي، من شفاك طال سقامي، كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفي هالغزال فاطمة. ارحمي يا راح العقل ترحمي، من شفاك طال سقامي، كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفي هالغزال فاطمة. ارحمي يا راح العقل ترحمي، من شفاك طال سقامي، كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفي هالغزال فاطمة. ارحمي يا راح العقل ترحمي، من شفاك طال سقامي، كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفي هالغزال فاطمة. ارحمي يا راح العقل ترحمي، من شفاك طال سقامي، كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفي هالغزال فاطمة. ارحمي يا راح العقل ترحمي، من شفاك طال سقامي، كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفي هالغزال فاطمة. من البنات هادو هما الخبيزات ديالي، ها هما واجدين. هنايا شات ليا بطاطا فدرتها هكا، هي نورمالمون راه كتباع هكا في مالين الحوانت،
عمرني البطاطا تيبيعوا البطاطا بحال هكا وتجيو فيها المايونيز والحار، هذا راه الحار خضر البنات، ما نقيتش عندي الحار حمر ديك الهريسه الحمراء، فدرت غير هذاك ديبانيت به، صراحه كيجيو غزالين هاد الخبيزات هادو. صافي والعصير اللي كنت شاركت معاكم، صافي وشويه ديال الديسير راه هو، هذا هو غدانا ديال اليوم البنات، خفيف ظريف. مهم صحتكم نتوما غداتكم وانتوما معايا. البنات انا رجعت لكم، مابقيت صورت لكم حتى شي حاجه من بعد الغداء صراحه، البنات غير تغديت عرفتي وانا نترخى تكيت شي شويه، عبدو مشى يتفرج في الكوره، عاد دابا جا جابنا هنا بالمريصه، والله يا البنات عرفتي قتلني قتلني الصهد، وعرفتي حتى التنفس ديالي هكا ضيق عرفتي بصعوبه باش كنتنفس، جابنا هنا الباب المريصه واخا هكاك الحال مزموت البنات. هانتوما شوفوا كي دايره الدنيا هنايا، هانتوما اسعد امجاد باغا الدنيا عامره صراحه البنات، واخا ماشي دابا راه شي 11 هادي، ولكن باقا الدنيا عامره. كتبدا معانا شويه الزريعه، اه كليتو اللويزات كاملين ما خليتو ليا والو، ها كريتي كل شيء ايوا بالصحه والراحه. لا كولها كما قلت لكم البنات عرفتي الجو زوين هنايا، غير هو الحال مزموت 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 بزاف. اسعد امجد قالك والو باغيين يلعبوا في هذيك بيد ما سالت البنت وخوها وغادي يلعبوا. ايوا صافي هادشي اللي كاين، هذا هو نهاري ديال اليوم البنات، داز عادي جدا، روتين عادي جدا جدا جدا. المهم البنات قبل ما نسد هاد الفيديو البنات، كانت واحد الاخت كانت صراحه جاوني بزاف بزاف ديال الاسئله، وانا راه حطيت لكم واحد البوست في المنتدى عندي، وقلت لكم اللي عنده شي سؤال تحطوا ليا كومسا باش ندير فيديو نجاوب على الاسئله كامله، ما يمكنش كل وحده غنبقى نجاوبها. المهم واحد الاخت قالت لي يا اختي عافاك بغيت نعرف، هي حامله بالتوام، قالت لي وبغيت نعرف غير وقتاش يعني تحركوا لك وليداتك في يعني فاش كنتي حامله بولادك ما شاء الله، شحال ديال الوقت باش بداو كيتحركوا. المهم اختي انايا راه حتى دخلت تقريبا الشهر السادس عاد بداو تيتحركوا ليا، في الاواخر ديال الشهر الخامس، امام الاواخر ديال الشهر الخامس او في الاول ديال الشهر السادس عاد بداو كيتحركوا ليا، ولكن راه ما كانش شي حركه لينيس كما قلت لكم، ما كانش شي حركه لينيس يعني شويه حركه بطيئه شويه شويه. صافي هادشي اللي كاين البنات، صافي سولوني البنات عاوتاني على الكلف البنات، انايا الكلف انا ما في اسعد وامجد كلفت في عنقي في يديا هنايا هنايا ماشي هنايا. مهم في ليزيسيل المناطق الحساسه كامله، ولكن من بعد الولاده البنات اكيد داكشي كيتحيد، ولكن ضروري خاص يعني بشويه بشويه هكا مع وصفات مع بزاف ديال الحوايج شويه بشويه. اما دابا البنات انايا ف دابا حاليا انا شكيت ان الكلف غادي ينوض ليا في وجهي، فمن دابا خاصني نحاربو يعني نحارب هذا الكلف هذا اللي غادي ينوض ليا، يلا بداو ليا غير شيمات صغيور نعم قيطات، وصراحه خايفه انا من الكلف. ضحكوني مول العقل كما قلت لكم، ضحكني عبد الرحيم والله الا ضحكني، عرفتي مع الموسيقى في داك سميتو غادي كيشطحوا. كما قلت لكم البنات بداو ليا شي نقيطات، بلاتي البنات ندور الكاميرا الى مهم بلاش حيت دابا الظلام ما غاديش نبان لكم مزيان حتى بالنهار، ونوريكم هكا النقيطات اللي ناضوا فيا. المهم ناضوا فيا نقيطات، ناضوا فيا الحبوب، معمر الحبوب ما ناض ليا انايا صراحه هكا في الحباله ولا شي حاجه، هاد المره هادي ناض ليا الحبوب، يعني الحباله ديال اسعد وامجد ماشي بحال هادي صراحه البنات، مختلفه
100% حتى شويه ماشي بحالها صراحه. ديال اسعد وامجد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد، دازت زوينه. ما كنتش زعما دايره بالي في شي حاجه كانت شهاها. كما قلت لكم كنت خدامه، كان عندي الوقت عامر، كان بزاف ديال الحوايج. وفي هذه البنات ما نكذبش عليكم تسخسخت تحيطمت خلاتها واحد البنت صاحبتي الله يجعلها مغفره الذنوب يا ربي يا سيدي يا ربي والله يفرح كل وحده. المهم البنات بلا ما نبقى عليكم انا بالهضره بزاف، المهم كما قلت لكم لا ما نبقى عليكم، باي باي. طلقنا لهم ديك الموسيقى واسعد وامجد حافظين ديك الموسيقى. المهم هما شي سميتو انا جالسه ناكل في الزريعه. المهم البنات كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم بزاف، ومرحبا والف مرحبا بالناس اللي دخلوا جداد، ومرحبا بصحاباتي وحباباتي اللي معايا في القناه من الاول. سبحان الله عظيم البنات الشتا كتنقض كتنقض الشتا البنات الله يرحمنا. مرحبا بكم البنات الجداد، واللي اول مره غادي تشوف القناه ديالي فكنقول لها مرحبا بك. ما تنسيش ضغطي على الزر، ضغطي على المربع الاحمر ابوني او سبسكرايب والجرس هكا باش هاشا كوم سا باش يوصلكم كل جديد. البنات احبكم في الله، تهلاو في ريوسكم والله يفرحكم، ودعوا معايا البنات الله يخفف عليا حتى انايا. يلا البنات بسلام عليكم وكنحماق عليكم، مع السلامه.